يلا وصلنا وصلنا. طولي بالك تقبريني يلا. خير يا نبيها؟ كملوا معروفكم معي يا رويدة خانو. شو بديك؟ ابني ابني يا رويدة خانو، أماني بين إيديكي، ديري بالك علي. وحدي الله نبيها، وحدي الله، إن شاء الله بيرقى بحضنك وبين إيديكي. ما بظن، أنا أيامي قربت تخلص. نبيها نبيها، فوتي فوتي لجوا، فوتي فوتي. الله يعافيك يا نبيها بحسنة هالطفل بجاه الحبيب المصطفى. براس خير وعم تاكل منيح؟ والله ما عم تاكل غير التحلاية عكيد، مثل خير ابو وضاح والمختار، اول كم يوم ما اكلوا منه بعدين تعودوا. ايه معليش معك تعود. هذا تفضل حبيبي. زايد عنا من هذا التمر تبع تحلاية الخير؟ ايه زايد تنكي فوق، لا تاكل هم، من وقت ما راح عبود على الضيعة ما عاد صرفنا تمر. شو دخلوا عبود بقصة؟ شو دخلوا؟ على الفوطي وطلع عم ياكل، تقول فراس؟ شو هالحكي؟ الله وكيلك عقيد. ليش ما قلتولي؟ كنا جبنا له تمر احسن من هاد. والله كنا خايفين منك ما تصدقنا يا عقيد. ونحن بنعرف انك بتحبه لعبود وما ترضى حدا يجيب معدله. ايه مالي شي، عبود شهمه وبضايه بيستاهل، بدنا بعد نجيبه من الضيعه. وطلت هلا على السوق بتجيب لنا 4-5 تنكات تمر على كيفك، مو مثل هدول. يلا نطلع شو؟ تأمر عقيد تأمر. شو أخي؟ شبهنا بيها؟ أعطيني إبرة منك. إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر الكل. ماتت؟ في يا جماعة؟ لا إله إلا الله. شوف. البقاء لله وحده، العمر الكل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن لله وإنا إليه لراجعون. خلينا نخبي رجال الحارة، شو رأيك؟ يلا شرف. يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا إله إلا الله. طمنا طمنا صفوان. سبحان الحي الباقي، العمر لكم. السلام عليكم يا جماعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا والله خليكم. شرف خير يا جماعة. شو الأوراق؟ حرمة الوطاح الثانية عطتك عمرها. شو هالحكي؟ أي أنت؟ هلا من شوي رحمة الله عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمها. وشلون ماتت؟ المسكينة من وقت ما خلفت وهي تعبانة. وما عرفتوا من شو كانت عم تشتكي؟ الله العليم، صابت حمل نفاس يا لطيف. وين بدكم تدفنوها؟ هون بجبانة الحارة. والله إذا بنبعث خبر لأهلها يجوا ياخذوها بيكون أحسن، شو رأيكم؟ شو رأيك شيخي؟ أنا رأيي نبعث لهم إياها، لأنه إذا دفناها هون بجوز أهلها يزعلوا، وإذا بدنا نبعث لهم خبر ما رح يوصلوا لهون لقريب المغرب، بده يرجعوا ياخذوها على الضيعة ما رح يصلوا لقريب الفجر. هيك ما بجوز، حرام. والله هذا الحكي زينة العقل، وأنا رأيي من رأيك شيخنا. شو رأيك بلطفي؟ والله شيخنا معه حق، بس هلأ المهم مين بيتبرع بيوصلها لأهلها. والله أنا ماني قادر، وإلا كنت رحت معهم وكسبت ثواب فيها. سيدي الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. أولين يا
سلام. لا انا سمعت لكم كمان انه مرت المرحوم ام ادهم واخواتها بدهم يجوزوها. اخي الحربي بعد ابوها وامها وجوزها ما لها حدا. بس يعني مين بده ياخذها هي وراها ثلاث اولاد؟ الله يبعثك تفرجها وحياتي. لانه الحربي مثل ما بتعرفوا في لنا رزقها وشريد مين بيتبناها. صحيح. والله انا ما خفيت بالي يا ابو سيد راسي. يعني هلا هنين بيعطوها لاي منك؟ ايه ابو نجيب بيردوا جماعه بدهم الستره. شو ابو نجيب شافدنك معنا؟ انا اعوذ بالله عليكني عم فرجي الاولاد عصنت شو دخلني انا؟ لا اعوذ بالله. لك اللي حيط قلبك لا تكون ناوي تخطبها. انا لا اعوذ بالله. لا لا شوفك يا اختي راسي مصاريف انا. الله يستر الله يستر. امشي عنده يا سلام. تعال تفرج يا سلام يا سلام. إذا قلنا من الخان منطلع شي عشر براغيت باليوم. عشر براغيت؟ ها شو لا أعوذ بالله شو عشر براغيت؟ عشرين برغوت. أقول لك يا أبو نجيب ولا تخاف وخلي هي ولادها يصرفوا باليوم الواحد أربع براغيت بيضل لي 16 برغوت. 16 برغوت مناح والله مناح. وهي الحوش العربي يا سيدي إذا منكرية بالشهر عشر براغيت خليه يوم بصير أنا صاحب الخان وبقعد ورا الطاولة تبع العقيد. أيوة أبو نجيب والله نقشت معك نقشة يا أبو نجيب. ومثل ما بيقول المثل سيدو المال من برا وضروب من هالجرة. نفس الشامات اللي بيظهروا لوضاح. لون كتير هالشامات ابن عمي. ايه الشامات وصاحبر على حسابك. انا بعود باخذ لك اياها على الصاغه وبالحمل لك اياها. بس قومي هاتي لي دبوس خليني اشكلها احسن ما اضيع. مات ابن إلهي أبنا جيب خوذ جيب يا سيدي. إذا وافقوا والله بتكون ناشد معك يا أبو نجيب. الله وكيلك بتكون ناشد معك. وليش رحت ما يوافقوا سيدي؟ ليش رحت ما يوافقوا؟ لك يصحلن هيك صهر ما بكفي حاستر عرضهم واخد ارمله وراها على الاولاد؟ مو يكتر خيري؟ هلا رشت مسك بمشي الحال. وين راحت انيت مسك؟ وليه؟ احلى يكونوا حطوها لنجيب وقت اللي ماتت.
شو وين عم لطفي تأخري؟ ليك بالغرفة عند رويدة، رح أغلي لكم كراوية بتكون إجت. لا والله يو، الله لا يغلي لك قلبها على غالي. آمين يا حق. يعني المخلوقة ما صلى يومين ميتة وسميحة من غير شر مسافرة، ووضحوا لي على قلبي عليه، يعني مو معروف وينه. وبعدين الحجاج لسه ما بين، ولسه بدك تطعمينها كراوية. لا يا أختي لا، مو وردة بنوب نوب وعي تعملي كراوية. أوعي يعني ما بيصير، مشان واجبكم يا جماعة. الله يكبر واجبك، نحن جايين نشق على رويدة وناخد بخاطركم. الله يجبر بخاطرك يا مشاهر. يلا يا جماعة خلونا نشق على رويدة قبل ما نروح. يلا قومي شوفينا يا هديبة إذا كانت فايقة ولا نايمة. ايه قوام ديبة، الله يرضى عليك انتي أمري قلبي. تكرم عينكم. شو عم تساوي يا مو؟ والله يا عمتي علقت لكل واحد فيهم حلقة من حلقات عرسي. هم طلعت الصاغ من نصيب نمر والمقطوعة من نصيب ابن نبيها. صحي عمتي شو بدنا نسمي لابن نبيها؟ ان شاء الله بكره بس تيجي اختي موضح بالسلامة هي وجوزها وهن بيسموه. ان شاء الله. لا تقبريني هيك ما بيمشي الحال، شو عم تضحكي عليهم؟ هدول لازم تعلقي لهم كف الناطور مشان تحميهم من العين. من وين بدي اجيب لهم كف الناطور؟ انا بكره تقبريني بنزل لك على الصاغة وبشتري لك كل واحد كف مشان تعلقي لهم اياهم، احسن من الحلق. والله يا ريت يا عمتي. يلا أم لطفي خلينا نرتب الأوضة، جايين النسوان بدهم يشقوا على رويدة ويباركوا لها. يلا ايه يتفضلوا. أهلا وسهلا. بيني وبينك يا راسي، أنا ما بحب أتزوج حرمة يكون عندها رزقة. ليش؟ لأنه كل ما دق الكوز في جرة بتقعد تعيرك برزقة. ما هي يا عيني عليك يا عيني عليك. ابو ايش بسلامته قلت لي؟ ابو نجيب سيد راسي، ابو نجيب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك ومنكم يا سيدي. عدم مؤاخذه، من اي حاره انت؟ من حاره عياش سيد راسي، من حاره عياش. انا ام اكرم. ومنكم يا سيدي. انا ام اكرم. بتعرف يا ابو نجيب انه الرجال اللي مثل حكايتك صاروا نادرين هالايام. شلون سيد راسي؟ ما فهمت عليك، شو يعني؟ قصدي يعني الرجال يلي كانوا يتعففوا وما يزلوا نفسهم لحرمتهم مشان رزقتها. لا كان سيد راسي لا كان. شو بيقول لك المثل؟ زينة الرجال عفت نفسه. ما هيك سيد راسي؟ لك يسلم هالتم، يسلم هالتم. هلأ أنا اطمنت على أختي وولادها ورزقتها بين يديك. إيه سيد راسي، وإلك علي هنيها وأسعدها وخليها تنسى كل الأسى والحزن اللي عاشته. ولك أبو أدهم، مو أبو أدهم، والله العظيم لخليها تنسى. على كل حال أعطينا مهلة كم يوم لنفكر بالموضوع وبعدين نرد لك جواب. لك ليش سيد راسي ليش؟ خير البر عاجله، خلينا نقرا الفاتحة ونصلي على النبي. ماشي الحال، مد ايدك تسلى شوي. ها؟ يلا قول. ايه بناكل شو يعني؟ على راسي والله بدي اكل. يا سلام يا رب، وفقك يا سعيد. ليش وضح مو مزين قدام البيت؟ خايفه يكون الاولاد صار لهم شيء. لا تفاولي يا حجي، الله يرضى عليك. بجوز مو عرفانين امتى ما نجي على المصبوط. سمعتوا يا جماعه؟ سمعتوا شو اجوا الحجاج؟ الحجاج هيقتلوا الحجاج. اهلا وسهلا اهلا وسهلا باللي جاي. عيني اجوا الحجاج. يلا 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 إلهي بجاه الحبيب. الحمد لله على السلامة. والله بلاكي ما بصبر قوت. أنا تكبريني يا رب. الحمد لله على السلامة. مصلى عقبال عندك إلهي يا رب. يا مو عمتي لا تنزلي، عمتي لا تنزلي، نحن بنطلع لعندك. يوه شو بها رويدة؟ تكبريني ما صار ليومين مخلفة. عن حقها؟ لا لك شبكن يا جماعة؟ ليش هيك كامدين هالكمدة؟ يبعت لي حمى ليكون مشان المرحوم ابو ادهم ولي على قامتي. والله العظيم من فرحتي نسيت. بعتولي خبر لسميحه، والله قلبي عم يفرك فرك عليها. لك شو بكن يا جماعه؟ شو في خوفتوني؟
شغال عمكم جميعا ان شاء الله. كان لازم تبعثوا لنا خبر يا مختار مشان نطلع نستقبلكم على ابواب المدينه. والله نحن ما حبينا نعذبكم. لا يا حجي لا، هي سنه مؤكده يا سيدي، ما جبلنا شيء. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا ديبو. شو وين وضع؟ تعاس مور مع مين؟ وضاح بالحاصل؟ لا معلم، مو بالحاصل. لكان وين؟ هدي حالك مختار، وضاح بإذن الله بخير. لطفي وضاح وينه؟ وضاح راح على الأخذ عسكر. إمتى؟ بعد ما سافرت بمدة قليلة. شلون بياخدوه على الأخذ عسكر؟ وضاح وحيد؟ وحيد وما عندي غيره. لطفي وضاح وين؟ اربطني يا غالي يا ابن الغالي. يا علي يا علي، ما كان يسكت، عملت له كمون ما اخذهم، بركي اعمل له يانسون، بركي بابا ياخذهم. يلا يلا يا مرويدة، شو جايبته؟ لا اختي، هذا ابن المرحومة نبيها. ليش نبيها ماتت؟ ايه والله اختي، عطتك عمرها من يومين. يبعت لي حمى، والله كنت نسيانتها. وشلون ماتت؟ يا على قامتي عليها، اجت حمى نفاس وعطتك عمرها. ان لله وانا اليه راجعون. يا علي يا علي، الله يصبر قلب امها. وهالولد يا علي تيتم على بكير. اختي هذا الولد مو ابنكم. شلون مو ابننا؟ ليش مو ولاد ابني هدول اثنين؟ يا بنت عمي، الولد ماله ذنب. تقبريني يا مو، بدك تعاملي هالولد صبره بصبر ابنك، يعني ما بتميزي حدا عن حدا. ثواب تقبريني يتيم ان شاء الله. اختي هذا الولد غريب عنكم. شو قصدك اختي؟ قصدي لما اجت نبيها لعندكم كانت حبلة، الله يرحمها ويستر على ولايانا. شو؟ إن شاء الله حجا مبرور وسعيا مشكور وتجارة لن تبور. إن شاء الله عبال العودي. إيه والله. إيه خبرنا مختار، إن شاء الله ما تغلبتوا كتير على الطريق. الحمد لله الحمد لله. هاشم أفندي وابنه خير وينهن؟ ولا ما دروا إنه يجينا؟ هاشم أفندي صار له شيء؟ أبو خيره رحلوا لتركيا. مين رحلوا؟ جمال باشا. شو هالحكي؟ إيه والله يا مختار. وابنه خيره وينه؟ رحلوا العيلة كلياتها حتى الحريم. حتى الحريم رحلوه؟ إيه والله يا مختار، حتى بنتكم المسورة مرت خيره راحت معهم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. إن شاء الله الحمد لله على السلامة يا مختار، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا أبو نجيب. شو سيد راسي؟ قال مين طول الغيبات جاب الغنايم. إن شاء الله الهدية محرزة. إن شاء الله إن شاء الله. والله كان قلبي نازني، والله والله كنت حاسة إنه أولادي صاير لهم شيء. ولي على عمتي، إجي لاقي واحد بالعسكرية ووحدة بتركيا ونبيها ماتت. ولي على عمتي، ولي على عمتي، ولي على عمتي، ولي على عمتي. وحدي الله يا أم وضاح، وحدي الله يا أختي. إن شاء الله بيرجع لك وضاح بالسلامة ونبيها خلص وميتها من الدنيا. يعني شو نعمل؟ شو طالع بإيدنا؟ أبو نجيب. إيه أبو نجيب، شو بنا أختي؟ السترة منيحة والرجال طالبك بالحلال. أبو نجيب أبو نجيب، لسه بتقلي أبو نجيب أبو نجيب؟ إيه أبو نجيب، ليش شو أبو نجيب؟ مو عاجبك؟ ولي على أمتي يا أخي، بتكون جوزوني أبو نجيب؟ مسخرت حارة عياش؟ ليش لك أخي ليش؟ هذا واحد ندله خسيس وجبان لكو بخيل وأكبر من أبوكن الله يرحمه. إيه بدك تتجوزي ورجلك فوق رقبتك وأبو نجيب ما غيره. امشي يا أخي امشي، بحياتك لا تشاور حرمي، امشي، حق علينا اللي عم نشاورها. لك يبعت لحمه.
لك يبعت لحمة تسلق عظامة سلق. ما بدها تتجوز قال شو؟ العريس ختيار. شو بدها لك أنت قبريني؟ بدها شب مشارع. إيش علي؟ إيه بدها تتجوز ووصبا عنا. هي عفاف أنا أمقاعد ولا شوف كلمة مين بدها تمشي. شوفي أنت وياها؟ ما في شي تقبرني، بس سمعنا أصواتكم طالعة، يعني خفنا ما عفاف تغلط وتقوموا وتروحوا تضربوها. يعني أنا راح أعملكم كاسة شاي مشان تروقوا دمكم. إيه إيه لكن لكان خفنا أنهم تهجموا على عفاف وتضربوها. لكان دقيقة جاي. خير شوفي؟ ما في شي أخي، ما في شي. يا سما صياح، الله يسلم اليدين، الله يخلينا بصياح. اروح اعمل لي فتلي على كم ضيعه لبين ما يكونوا جماعه شاوروا حالي. احسن شيء بتعمله يا ابن شيء. يا الله يا الله، يا سلام ويا سلام. يبعت لي حمى عليك يا ام وضاح، والله يا امي شوفتها بتقطع القلب. الله يكون بعونها يا مو، الله يكون بعونها. ولا هالمسكينه بوضاح، الناس رادة عم بارك له بالحجة وهو وكأنه مانه، عم يهز براسه. مصيبتهم مانا قليلة، الله يعينهم ويصبرهم. آمين يا رب العالمين. بعتي إيراد الخان لأدها؟ أيام بعتهم اليوم مع الداية ديبي، بس الله يعين أم أدهم على ما بلاها. ذي شبهها بعد العز اللي كانت فيه صايرة ملطشة للرايح وللجاي. حزير هلأ مين جاي يخطبها؟ مين؟ أبو نجيب. يبعت له حمى تسلقه. شو؟ أبو نجيب؟ أي والله يا مو، وإخواتها أكيد رح يعطوه. لا يا مو، هذا الحكي ما بصير، ما بصير بنوب. إخواتها هيك بدهم، نحن شو دخلنا بهالشغلة؟ يا أمي برضاي عليك أنت لا تتدخل، يصطف له منهم لأختهم. لك شلون شو دخلنا يا مو؟ شلون شو دخلنا؟ شو نسيتي هاي حرمة مين كانت؟ على كل حال الصباح رباح. يبعت لي حمى، خايفة هالولد يصير له شي ويقولوا لأنه مو ابننا. شو هي ابننا ومو ابننا؟ ليش يا حجي ما بتعرف انه ابن نبيها مو ابنه لوضاح؟ رويدة، مين قال لك هالحكي؟ نبيها يا عمي، نبيها حكت لنا قصتها قبل ما تموت الله يرحمها. مين غيركم بيعرف بهالقصة؟ ما حدا، بس اختي ام لطفي. سميحة كمان دريت، لانه نبيها الله يرحمها حكت قصتها قدام. الله يلطف عليك يا ام وضاح، بتفهمي اختك ام لطفي ما تجيب السيرة قدام حدا. المخلوقة صارت بديار الحق، ومثل ما سترنا على نبيها وهي عايشة لازم نستر عليها وهي ميتة. لا تخاف يا حج، اختي ما بدها توصاي. بس ليش ما حكيتوا لنا قصة المرحومة نبيها من هداك اليوم؟ نحن كل اللي عملناه يا مضاه مشان نستر على المخلوقة مو مشان نفضحها. ربنا سبحانه وتعالى أمر بالسترة. إيه الله يرحمها. قولي على قامتي قديش ظلمنا لوضاح. وضاح الله يرضى عليه ما له ذنب بهالقصة. أنا الحق علي، اتكفلت إني استر على المخلوقة، ما لقيت قدامي غير اني جوزها لوضاح. ولما طلبت منه هالشي ما رضي يكسر كلمتي الله يرضى عليه، بس كان موجوع ومتضايق كثير مشانك يا رويدة. مهم رضاك يا عمي، انا صحيح زعلت منه، بس زعلي مو شيء قدام غضبك. الله يرضى عليك ويخلي لي اياك. الله يرضى عليك. شو اصيله عمك ابو وضاح ما بيغضب على اولاده لو شو ما صار. ووضح الله يسهل له، ما بيهون عليه لا زعلي ولا زعل أبوه. الله يرد لنا إياه بالسلام. ادعي له عمتي ادعي له، انت هلا دواعيكي مستجابة. سبحان الله يا عمتي، بتتذكري الشامات اللي بظهروا لوضح؟ ايه بتذكرهم. ولي علي ابن نبيها عنده نفس الشامات. صدفة يا عمي صدفة. ذكرين الصباح أخذوا على الحكيم، الولد تعبان كتير. إن شاء الله ابن عمي. يلا أنا رايح نام، بدكم شي مني قبل ما أروح؟ سلامتك.
حجي ديري بالك على رويدة والولاد، وإذا حسيتي حالك مالك قدراني تسهري فيقيني أنا بسهر ودير بالي عليهم. لا تاكل هم تقبرني. هلا مرتخي ام عبده جاي لعندي، حيوصلها رجدي، حتنام عنا، بتساعد انا وياها. كثير منيح، تصبح على خير. وانت من اهله. الله يخلي لنا اياك ويجبر بخاطرك ويديمك فوق راسنا يا حق. يا الله شو حنون. اهلي ابو العقيد الله يحميك. اهلي ابو الفخر. جدي مور عقيد. شفت لي ابو نجيب شيء؟ لا والله يا عقيد اليوم ما شفته، بس بتحب رو دور لك عليه؟ ايه يلا يلا قول عنده شو فيها اشتنه ببيتك، لانه شاهر عياش عارضه ضروري خليه يجي لعندي على راسي. بتأمر عقيد. الله معك ابو الفخر. امرني عقيد. شفت لي ابو نجيب شيء؟ ابو نجيب؟ لا والله ما شفته. خير شو بدك من عقيد؟ عاوزه انت متاكد انك قدمت شهاده وفاه المرحوم ابنك رماح لدائره الاخذ عسكر؟ الله وكيلك قدمت لهم اياها بايدي. غريب. وشو العمل سيدنا؟ طالما صار له اكثر من 7 أشهر رايح ما بقى يطلع بايدنا شيء يا ابو الطاح. شو هالحكي؟ اي والله يا مختار، لانه ما عاد نعرفه بانو بلاد صار. الحرب واحوالها والتنقلات بالجيش والاليات شغاله. لا تنسى يا مختار انه نحن عم نحارب على عدة جبهات. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ما بصير يا مختار، الوحيد ما بيروح. ما هذا اللي مجنني يا جناب القائم مقام. ابني وحيد شلون بيروح على اخذ عسكر؟ شو اسمه هذا المحروس؟ وضاح ابن نمر الخشاب. يا رب. ها وضاح وضاح وضاح. ها هي اسمه وضاح نمر الخشاب. بس في عندك ولد تاني اسمه رماح. هذا ابني التاني اعطاك عمره من زمان الله يرحمه. بس ما عندي شيء يثبت انه رماح متوفي. شو هالحكي يا جناب القائم مقام؟ انا بايدي جايب وثيقه وفاته لهون واعطيكم اياها. والله يا مختار بدك ما تاخذنا، الحرب شغاله ويمكن تكون هالوثيقه ضاعت. ضاعت؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طيب هلا شو بدنا نعمل لحتى نعرف وضاح وين صار؟ انا بتذكر بهديك الايام كنا نبعث العساكر المسحوبين جديد على الترعة، وبعدين إجا أمر نقلهم على تركيا، وبعد منا شو صار ما بعرف. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. الله لا يوفقك يا سالم بيك، ما لقيت إلا هالشهم الطيب تحرق له قلبه على ابنه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا ابني. اهلا خالد. الحمد لله على السلامه يا اخي. الله الله يرضى عليك. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يسلموا الايدين. ان شاء الله العمر لكم يا نوري. الله يسلمك ويديم عزك يا مختار. الوالد شلونه؟ الحمد لله بيسلم عليك كثير السلام، وكان ناوي يجي ويبارك لك بالحجة، بس مسكين ضعفان ومرضان وتعبان شوي ما قدر يجي معي. الله يشفيه ويقويه يا رب. الله أمين. يسلمك ويديم عزك يا مختار. السلام عليكم عقيد. أهلين رشدي. أهلين عقيد. عقيد يعني من بعد إذنك أنا كبرت وابن عمتي أبو نمر الله يذكره بالخير. الله يذكره بالخير. سماني أبو عجاج. شو علي؟ أهلين أبو عجاج. أهلين فيك عقيد. شو صار معك أبو نجيب لقيته؟ لا والله عقيد ما لقيته. ماشي الحال. بتأمر شي عقيد؟ سلامتك أبو عجاج. لك الله يسلمك يا عقيد، يلا بخاطرك. الله معك. نصري. مور عقيد. اسمع نصري، قصدي يا أبو صياح. اسلام. بتروح هلا عند بيت أبو نجيب بتضلت قدامه. مثل الطير الطاير ما بتشوفه بتجي لعندي بتقلي. ما شوف يا عقيد عاوزه امرك.
نحن يا عمي عملنا اللي علينا وسترنا على المخلوقة الله يرحمها. كتر خيركم، فضلتوا على راسنا. فضل الله يا ابني. بس بالنسبة للصغير لا بيقربنا ولا بينسبنا. يعني الولد مو ابنكم؟ لا والله يا خالي نوري، مو ابننا. يا بطل على المصيبة. لا مصيبة ولا شيء خالي. انت هلا بتاخده معك، إذا حدا سألك بتقول له لقيته تحت شجرة وما له أهل. مثل ما بدكم مختار. مثل ما بدكم. يا بي، عمك أبو وضاح معه حق. الولد لازم يستلمه خاله. وهنيك ست أم نوري بتربيه شبكي. يا بي ما بقدر، والله ما بقدر. لك قلبي تعلق فيه أكثر من ابني. هذا الحكي ما بصير، ما بصير بنوم. لك يا عمتي، بكرة الله بيعافي لك ابني وبتتعلقي فيه وبتتركي ابننا بيها وبتهمليه. ما بهمله، والله ما بهمله. بوس ايدكم، الله يخليكم اتركوا لي اياه. امه وصيتني فيه. لك يا عمتي يا حبيبتي، اهتمي بابنك هلا وديري بالك عليه. مالك شايفه انه السخونه ما عم تفارقه؟ ايه يا اخي ابو صفوان، طمني، شو بين معكم مشان الولد؟ والله ما بعرف، بس كانه هالولد محموم. ايه ولي على قامتي ان شاء الله. يقبر قلبي ان شاء الله. طيب ابو صفوان شو العمل؟ والله ما بعرف. طيب بسيطة، أنا بشوف حكيم من حكم الاستخانة، وانت يا بي الله يرضى عليك قومي ضبي أغراض الولد. طيب يا جماعة خلوها تربي اثنين، ما اثنين ولاد وضاء، خليهم يتربوا بيت أبوها. لا أخي لا، يعني رويدة ما بتقدر تقوم باثنين، يعني إلا ما تميز ابنها عن ابن ضرتها. قوم أخي الله خليك، شوف لنا حكيم من حكم الاستخانة يكون شاطر مشان يشوف الولد. قوم الله يوفقك. تحت أمرك حجي. يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين صوفي. شو خالي ليه عم تبكي؟ هذا يا سيدي عم نقلها إنه ابننا بيها الله يرحمها لازم يستلموا خاله، لأنه هذا الولد بضل غريب وما بصير يربى بحريمنا. مظبوط الحكي، بيت جده أولى فيه عمي. إيه نعم، وهي متمسكة فيه وما بدها تعطيه لحدا. اسمع يا عمي، خلينا نعطيهن إياه وهو صغير أحسن ما يكبر بين إيديكي وتتولعي فيه أكثر. أصلاً خاله نوري جوا بالمضافة عم يستنى مشان ياخدو. بياخدو على المزرعة بيعطيه لسته بتربيه. وهنيك عندهم حليب بيطعموه بيديروا بالهم عليه. أنا كل فترة باخدك تشقي علي عمي. اسمعي مني لك أختي، والله الجوازة أحسن لك من العيشة مع العربتين. لك قولي على قامتي، قولي على قامتي. لك إن شاء الله بموت بريحكم مني، لك إن شاء الله بموت بريحكم مني يا رب. لك أخي أنت عارفة مين هاد أبو نجيب؟ هاد مسخرة حارة عياش؟ بعد عقيد حارة عياش كلها اللي بينحلف براسه وبينحلف بحياته. بدكم تجوزوني لأوطى وأخس وأبخل واحد بحارة عياش؟ ليش أخي؟ ليش؟ الله يسامحكم يا رب، الله يسامحكم يا رب. يا أختي هيك إخواتك بدهم، شو بدنا نساوي يعني؟ أخي مو أنت قلت لي إنه رح تعوضني عن أمي وأبي وجوزي الله يرحمهم؟ إيه بلا أختي. مو قلت لي كمان إنه أبو أدهم الله يرحمه كان غالي عليك كتير؟ إيه والله يا أختي الله يرحمه، والله كان بسعر إخواتي وأكتر. إيه ما زال هيك لازم توقف معي، إذا مو منشاني منشان هاليتامى بيهون عليك إنهم يتربوا عند الناس. أختي ليش شو دخل أولادك بالقصة؟ شو دخلوا؟ أنا إذا تجوزت اللي رح أتجوزه ما رح يحوالي إياهم، ورح يضلوا عايشين عند مرت عمي إمشاهر. بيهون عليك أخي. Yeah.
شرف. بسم الله. بسم الله. امسيك يا ابني، الله يرضى عليك يا نوري، دير بالك عليه. هذا الصغير ما له ذنب بكل اللي صار. تفضل. ما بتعرف لك خالي، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكون كاتب له يصير من الصالحين. ان شاء الله. الله معك عمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل اخي. لا معلش يا خليل. السلام عليكم. دنيا غدارة يا أم الضاح، مين كان يصدق إنه راح يصير معنا هيك؟ لي على قامتي، والله ربيتهم كل شبر بندر، والله الدنيا بغيبتنا انقلبت فوقاني تحتاني. مين كان يقول إنه تحسين يطلع وراء المصايب كلها، وإنه ما يطلع من بيت عياش ولا من الحارة ولا من الشام؟ دخيلك يا عمتي، الصبي مدري شو صار له، ولي على قامتي. شو بقى شو صار له؟ ما بعرف، والله ما بعرف. انت شربتي الدواء اللي وصف له اياه الحكيم عمي؟ ما رضي. هاتي لشو؟ هاتي امي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شو؟ شو بالولد ابو الضاح؟ لا إله إلا الله. يا لعبتي يا لعبتي يا لعبتي قولي يا لعبتي قولي علي قولي علي قولي. أول طلب ما لبيتوا لي إياه، معناتها ما في داعي أطلب الطلب الثاني. عود عقيد، عود لقلك استريح. بدك تعذرنا بهالطلب هاد، بس إذا كان في عندك طلب تاني قول وطول، تكرم عيونك من عيني هي قبل هي، واعتبر طلبك ملبى. إلا بلا ورحمة أبو أدهم وأبو قعود لتقول شو هو طلبك، ومالك طلع من البيت لحتى تقول. قول عقيد. ماشي الحال عمي، أنا بيشرفني أطلب يد أختكم أم أدهم على سنة الله ورسوله.